ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ لعلكم بخير. فالحمد لله نحن مرة أخرى نحن نلتقي في دراسة لغة القرآن. اللغة العربية سهلة و الحمد لله نحن الآن في الكتاب الخامس. نحن في الكتاب الخامس من سلسلة كتب اللغة العربية سهلة وبضبط نحن في الصفحة في الصفحة العاشرة من هذا الكتاب هذا هو الكتاب الخامس الكتاب الخامس من سلسلة كتب اللغة العربية سهلة ونحن الآن في نحن الآن في الصفحة العاشرة في صفحة العاشرة فهذا الفصل أود أن أقول لكم بأن هذا الفصل أنا أدرسكم باللغة العربية فقط ليس هناك ترجمة إلى اللغة الماليزية لأن قد فعلت قبل قليل الدراسة باللغة العربية وبال وبالماليزية الآن أدرس باللغة العربية فقط باللغة العربية فقط فلعل الذين معي أنتم تشاركونا تشاركون أو تخبرون الآخرين عن فصلنا فنحن نرجو أن كثير من المسلمات والمسلمات كثير من المسلمين والمسلمات يستفيدون يستفيدون من هذا الفصل. Nah قبل أن نبدأ نسأل الله جل وعلا أن يبارك فصلنا قال رسول صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوما في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فأقول لكم مرارا وتكرارا نحن نخلص نية لله سبحانه وتعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نَعْمَلُ بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فنحن نجعل نيتنا خالصا لله سبحانه وتعالى وهذا هو الوقت وهذا هو الوقت الوقت الصباح ونحن نحن نقضي قليلا اوقاتنا هذا اليوم لدراسه لغه القران نيتنا نريد ان نفهم القران والسنه وهذه اللغه هي اله لنفهم القران والسنه فايضا بعملنا هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا ييسر علينا دخول الجنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. فاللهم امين نحن نسال هذه الاشياء، نحن نسال خيرا كثيرا من هذا الفصل. فاريد ان اقول لكم بان اللغه العربيه هي ليست بصعبه كما انتم تظنون، لكن هناك شرطان. انا اقول لكم مرارا وتكرارا هناك شرطان، الاول انتم تراجعون الدروس معناه انا فعلت أو أنا أدرسكم من كتاب الأول وأنتم تتابعون من الكتاب الأول تتابعون وهذه فيديوهات يمكنكم أن تسمعوا في أي وقت تريدون والثاني يجب عليكم أن تكتبوا كل التمارين في هذا الكتاب هناك تمارين كثيرة هناك تمارين كثيرة وأنتم تشارون كتب دفاتر مثلا في الدكان أو في المكتبة هناك ريالين أو ريال واحد ثم تكتبون كل الواجبات كل التمارين فإذا كتبتم التمارين أنتم تكتبون بالشكل تكتبون بالشكل وأنتم تكتبون السؤال والجواب ثم بعد هذا أنتم تنظرون إلى الجواب في آخر كتاب لأن في كل كتاب أو لكل كتاب من كتاب الأول إلى هذا الكتاب هناك الجواب هناك الجواب فالجواب كامل الجواب كامل في آخر كتاب في آخر كتاب يمكنكم أن ترون الجواب في آخر كتاب لكن أولا أنتم تكتبون أولا.

ونحن الآن في الفصل الرابع عشر. نحن الآن في الفصل الرابع عشر، وهذا الفصل هو الفصل أنا أدرّس باللغة العربية. الذي له كتاب افتح كتابه إلى صفحة العاشرة، الآن افتحوا كتبكم إلى صفحة إلى صفحة العاشرة، وفي هذا الدرس نحن ندرس المثنى، أو نحن ندرس مثنى، ما معنى مثنى؟ مثنى معنى اثنان. اثنى اثنان. مثلا قميص قميص مفرد جمعه قميصان مذكر او مؤنث في اخر هناك الف ونون سبورة سبورة مفرد جمعه او ليس جمعه مثناه سبورتان سبورتان رجل رجل مفرد مثناه رجلان رجلان وامرأة مفرد مثناه امرأتان امرأة إذا فهمتم المفرد ثم بعد هذا أنتم تزيدون أنتم تزيدون ألف ونون في آخر مفرد يساوي أو يكون مثنى يكون مثنى وأيضا اسم إشارة كما درسنا هذا هذا هو مفرد هذا مفرد مثلا نقول هذا هذا مدرس هذا مدرس مثنى هذان مدرسان هذان مدرسان لا يمكن نقول هذا مدرساني هذا خطأ نقول هذان مدرسا مدرسان واضح مدرسة هذه مدرسة هاتان مدرساتان لكن الآن نحن نركز نركز إلى المذكر مذكر قريب وبعيد قريب هذا بعيد ذلك فقريب للمثنى هذان هذان إذا كان بعيد ذانيك ذلي ذلك مفرد مثناه ذا ني واضح مثلا okay. ذلك ذلك ولد ذلك ولد مثناه ذا ولداني ذا ولداني وايضا كي يتغير يتوجر مثلا ذلك ولد هو جوعان هو جوعان فمثناه ذانك ولدان هما نقول هما ضمير هو الى هما هما جوعانان هما جوعانان فالان كي نقرا ان شاء الله الجمله كثيره في هذه الصفحه فبفهم هذه الجمله او بممارسه هذه الجمل باذن الله سبحانه وتعالى انتم تفهمون اكثر كيف نستعمل او كيف نكتب او كيف نكون الجمل يستعمل المثنى المثنى الان افتحوا كتبكم الى صفحه العاشره نعم افتحوا كتبكم الى صفحه العاشره الان اقرا وافهم الجمل الاتيات نا اقرا وافهم وافهم الجمل الاتيات رقم اول هذا محاضر هذا محاضر هو في المحاضرة ومعه الطلاب من كلية تبيه. انظر الآن الموضوع هنا المفتاح هنا محاضر. المحاضر معناه المعلم الذي يدرس بالجامعة. في, في الجامعة إذا كان في المدرسة يسمى مدرس أو معلم صحيح؟ أما إذا كان في الجامعة أو بالجامعة يسمى محاضر. مذكر كمحاضر محاضر ومؤنث محاضرته. واضح؟ فهنا هذا محاضر بالجامعة. يدرس بالجامعة هذا محاضر هو الآن هو في المحاضرة المحاضرة معناه في كليات في المحاضرة محاضرتي مثلا نحن المدرس يدرس في الفصل أما المحاضر يدرس في المحاضرة هنا محاضرة محاضرة بين المحاضر مع الطلاب ومعه الطلاب والطلاب نعم طلاب okay, كلاب. بأس كالطلاب طلاب طلاب مدرستي أو طلاب الجامعة كلاهما صحيح نعم طلاب من كلية الطب من كلية الطب معناه الطلاب الذين يدرسون في كلية الطب وهم بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سيكونوا أطباء طبيب مفرد جمعه أطباء واضح فالموضوع هنا المحاضر المحاضر هو مفرد الآن نحن نغير إلى مثنن مثنن محاضران ألف ونون هنا مثنن ألف ونون محاضران فما هي الجملة؟ الجملة هذاني قبل قليل هذا الآن هذان محاضران هذان محاضران هما في المحاضرة هما في المحاضرة ومعهما 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 الطلاب من كلية الطب انظر هما هنا لماذا هما لماذا هما لأن الموضوع هنا المحاضران المحاضران مسنن مثنن، أما المحاضر هو مفرد هو وهو أه؟ للمثنى هما هما، مرة أخرى هذان محاضران هما في المحاضرة ومعهما طلاب من كلية الطب، مع أنه في المحاضرة هناك محاضران هناك محاضران نعم ومذكران فمحاضران وهما مع الطلاب في كلية من كلية الطب، كما قلت لكم كلية الطب هنا هناك كليات في الجامعة كلية الهندسة مثلا كلية الطب فهمتم؟ فهنا كليه الطب كليه الطب هذا مضاف مضاف اليه الطلاب من كليه الطب سيكون اطباء عندما تخرجوا في هذه الجامعه واضح الان رقم ثاني رقم ثاني الرقم الثاني في الكتاب المقرر في كتاب في الكتاب المقرر درس طويل درس طويل وشعر الطلاب بصعوبة دراستها أو دراسة دراسته ما معنى هذه الجملة في الكتاب المقرر المقرر معناه الكتاب الذي يستعمل في في ماذا في الفصل الكتاب الذي يستعمل في المدرسة مثلا مثلا هذا الكتاب الكتاب كتاب لغة عربية سهلة مثلا يستعمل في المدرسة في المدرسة وهذا الكتاب هو كتاب مقرر واضح معناه هو لي اللغة العربية اللي اللغة العربية الطلاب يدرسون هذا الكتاب ففي الكتاب المقرر درس طويل فهناك درس طويل من كتاب كبير ودرس طويل طويل الدرس الأول درس الثاني درس الثالث درس الرابع مثلا مثلا كيف الدرس الأول قصير درس الثاني قصير درس الثالث طويل فماذا شعر الطلاب الطلاب يشعرون بصعوبة لماذا لأن الدرس طويل فهنا في الكتاب المقرري درس طويل وشعر الطلاب شعروا من شعروا مثلا الان انا اشعر بالمضارع انا اشعر شعروا يشعر او مثلا في الصباح في الصباح انا شعرت بالمرض في الصباح انا شعرت بالمرض لان درجه الحراره مرتفع مثلا مرتفع نعم نكون مثلا يكون تسعة او ثمان ثمانين كي وعشرون سيلسوس مثلا ف شعرت بالمرض لماذا لان درجه الحراره مرتفعه مرتفعه فهمتم فهنا مقرر كدرس درس طويل وشعرت اللاب بصعوبه دراستها بصعوبه صعب صعوبه ضده سهوله بصعوبه دراستها دراستي هي هي هنا هي هنا هي هنا بمعنى هي هنا بمعنى درس هي هنا بمعنى درس واضح در. فالضمير ليس فقط للانسان لكن لغير الانسان نعم كلاهما ضمير كسواء فالآن كي نحن نبدل درس إلى المثنى فدرس مفرد مثنى هو درساني ألف ونون في آخر فالآن ما هي الجملة في الكتاب المقرر نعم في الكتاب المقرر درساني طويلاني هنا درساني طويلاني وصفة أيضا مثنى درساني طوي طويلاني واضح هذا؟ Okay, درساني طوي طويلاني درساني قصيراني درساني جميلاني مثلا درساني صعباني فهنا درساني طويلاني وشعر الطلاب بصعوبه دراستهما هما هنا معنى درساني هما هنا معنى درس درساني لماذا بصابي بصابي تولي تولي او تولي هما يشعرون او شعروا ب او شَعَرَ بصعوبتهما بي, uh, واضح فهنا هما هما ضمير لدرساني لماذا درساني مسن مسنن الرقم الثالث رقم ثالث هنا رقم ثالث هذا الشخص محترم وأحبه كثير من الناس ما معنى هذه الجملة الشخص أنه شخص الشخص ما يمكن أنا أعرف يمكن أنا لا أعرف نعم شخص مثلا أنا رأيت رجل كيف في الطريق يساعد الفقير مثلا في الطريق فانا انا انا لا اعرف من من هذا الرجل وهو شخص شخص ما فهنا هذا الشخص محترم محترم معناه الذي الذي يحترم معناه كثير من الناس يحترمونه مثلا في امام المسجد مثلا الغني الذي دائما يساعد الفقراء والمساكين دائما يتصدقون وهذا الغني محترم معناه كثير من الناس يحترمونه واضح المدرس مثلا المدرس الذي يدرس الطلاب يعلم الطلاب يربي الطلاب ينصح الطلاب فهذا المدرس محترم معناه الطلاب يحترمونه فهذا الشخص محترم واحبه كثير من الناس معناه احبه هو هنا الشخص احبه احبه في الماضي احبه في الماضي انا أحببت. أنت, احببت انت احببت انت احببت هو احب وهي أحبت أحبه كثير من الناس وكثير هو مع معنى كثير من الناس أحب كثير من الناس أحبه فالآن نحن نبدل كشخص إلى المثنى شخصاني شخصاني ألف ونون في آخر شخصاني فالآن ما هي جملة؟ الجملة؟ الجملة هذان الشخصاني هذان الشخصاني محترمان نعم محترمان محترماني او محترماني لا محترماني يعني محترمان محترماني نعم هذا شخصان محترماني محترماني واحبهما واحبهما هما هنا الشخصان كثير من الناس واحبهما كثير من الناس مره اخرى هذا شخصان محترماني محترماني واحبهما كثير من الناس هذا هو اذا كان مثنى المفتاح المفتاح هنا شخصاني او الشخص المفتاح معناه ماذا الموضوع هنا؟ الكلمه، الكلمه مفرد او مثنى او جمع فاذا كان مثنى والضمير ايضا مثنى اسم اشاره ايضا مثنى فاذا كان مفرد كل شيء كم مفرد واضح ففي الرقم الاول في رقم اول نحن نما نحن نتكلم في هذاني معناه هذاني هو اسم اشاره اسم اشاره للمثنى القريب واضح هذا كتاب هذاني كتابان هذا قميص هذاني قميص هذا مدرس هذاني قمي هذاني مدرسان هذا طالب هذاني مدرسان واضح فالان الرقم الثاني رقم ثاني الان كنا نحن نركز نركز الى المعين المعين ذلك ذلك مفرد مثناه هو ذنيكا. واضح رقم اول رقم أول ذلك الولد فلاح ذلك الوالد ليس ولد ذلك الوالد الفرق بين ولد ووالد ولد هو ولد معناه معناه ولد ولد صغير مثلا ولد لما يتزوج صغير أما والد بالألف والد مَنْ يعني أب والد معناه يعني أب إذا كان أو إذا كنا والدان بمعنى أب وأم بمعنى أب وأم أم والدان ألف ونون فهنا ذلك الوالد ذلك الوالد هنا ذلك الوالد فلاح تعريف فلاح الذي يعمل في الحقل نعم يزرعون الأرز مثلا يزرعون الفواكه مثلا واضح أو الذي الذي يعمل في بستان في بستان في بستان ويزرعون أبا شوكة مثلا دوريان أو يزرع يزرعون رمبوتان أبا شعري مثلا فهؤلاء فا فلاحون فاو هو فلاحون هنا ذلك الفلاح ذلك الوالد فلاح ذلك الوالد فلاح هو في الحقل هو في الحقل وسعده اولاده وسعده اولاده فهو هنا هو هنا بمعنى الوالد فهمتم وهو هنا بمعنى الوالد الوالي واولاده هو هنا بمعنى الوال الوالي واحد فمن أبون أبون؟ اولاد هو جمع مفرده مفرده ولد معناه أولاده ساعدوه في الحقل الآن نحن نبدل كوالد إلى مثنى نقول والدان والداني فما ما هي الجملة ذانك ذانika ذانك الوالداني ذانك ذانika ذانك الوالداني فلاحاني الآن فلاحاني فلاحاني مثنى فلاحاني هما الآن هما ضمير هما لماذا لأن هما هنا بمعنى الوالدان هما في الحقل وساعدهما أولادهما فهما بمعنى فاللهاني أو فهما أيضا بمعنى والدا والدان واضح؟ فالآن مرة أخرى ذانك الوالدان فاللهاني هما في الحقل هما في الحقل وساعدهما أولادهما معناه أولادهما, أولادهما أولادهما ساعدهما في الحقل في الحقل هما هنا بمعنى والدان فوالدان كما قلت لكم أب وأم أبون وام ام او يمكن نقول ابن ابون ابون okay. آه. نعم نقول ابون ابون او والدون والدون اقول لكن غالبا اذا كنا غاليباني او اذا كنا اذا كنا والدان بمعنى ابون وام ام مثلا والدان الان في البيت ما نوع ابي وامي في البيت واضح نعم الوالدان في البيت معناه الاب والام في في البيت الوالدان في البيت بمعنى الاب وام في البيت في البيت الان الرقم الثاني ذلك القميص ذلك القميص لونه احمر وفي جيوبه مال ما معنى هذه الجمله ذلك القميص القميص هذا قميص هذا القميص سروال نعم قميص فذلك القميص لونه مثلا لون هذا القميص ازرق نعم لكن في هذه الجمله لونه هو هنا القميص هو هنا القميص نعم القميص فنقول لونه أحمر أحمر كذا واضح أحمر كي أبيض كي وأسود مثلا هنا أحمر أحمر مثل هذا لونه أحمر هذا لونه أحمر فلونه أحمر وفي جيوبه مال وفي جيوب جَيْبٌ كي مفرد جَيْبٌ 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 فإذا كان كثير نعم كثير من جيوب أو okay. في أو لي لهذا الخميس فَجَيْبٌ كي مفرد جمعه جيوب فهناك جيوب وفي الداخل كفي جيوب القميص هناك مال نقود هناك نقود واضح هناك مال فهنا ذلك القميص القميص ومفرد الآن مثنى الآن المثنى أو مثنى فنغير هذه الجملة ذانك القميصان ذانك القميصان لونهما هنا هما هنا بمعنى القميصان لونهما أحمر لا, لونهما أحمر لماذا أحمر مذكر لماذا أحمر مفرد لأن لونك لون مفرد أحمر هنا يدل على لون لون فلونهما أحمر وفي جيوبهما مال وفي جيوبهما فهما هنا بمعنى قميصاني واضح مرة أخرى ذانك القميصاني ذانك القميصاني لونهما أحمر لونهما أحمر وفي جيوبهما مال وفي جيوبهما ما مال معنى هي هنا بمعنى أو هما هنا بمعنى جيبة بمعنى قميصاني بمعنى قميصا قميصاني واضح؟ ثم أخيرا الرقم الثالث أخيرا الرقم الثالث نعم أخيرا الرقم الثالث ذلك المترجم ذلك المترجم ترجمته ترجمته ممتازة وعنده تجربة كثيرة في هذا المجال ما معنى هذه الجملة؟ ذلك المترجم، المترجم معنى هو الرجل الذي يترجم يترجم الكتاب مثلاً. يترجم يترجم الكتاب من لغة أخرى إلى لغة أخرى، مثلاً مثلاً أحمد هو يترجم الكتاب من من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، فهو مترجم. فهمتم؟ والكتاب الذي هو يترجم هذا ترجمةٌ أو نقل هذه ترجمةٌ. فهنا ذلك المترجم معناه الرجل الذي يترجم الكتاب ذلك المترجم ترجمته الذي الذي هو يترجم ترجمته ممتازة ممتازة تدل على ترجمة مؤنثة ممتازة وعنده هو هنا معنى مترجم وعنده تجربة كثيرة تجربة تجربة أنه معروف بتجربة مثلا أنا أدرس لغة مثلا أنا أدرس العربية تقريبا 20 سنة مثلا فلي تجربة فهم لي تجربة في أي مجال مهما كان هناك تجربة واضح مثلا أبي هو فلاح في مزرعته ويزرع الأرز ويزرع فواكه مثلا فله تجربة كثيرة له تجربة كثي كثيرة فهمتم له تجربة كثي كثيرة معناه تجربة هنا تجربة معناه الذي مثلا في في سنين كي هو يعمل فهناك تجري تجربة واضح؟ فعنده تجربة كثيرة في هذا المجال المجال معناه المجال مثلا أنا مجال ماذا؟ دراسة اللغة العربية مثلا أخي مثلا مجال في هندستي لماذا؟ لأنه لأنه مهندس فهناك مجاله وهو لا يعرف شيء اخر هو يعرف هندسه فقط واضح فهنا مجال هناك مجال فابي مثلا هو فلا فمجال كيف... مجال... مجال مجال الزراعه كيف يزرع يزرع جيد مثلا ماذا يفعل لي... ماذا لي... في في بي... في بدايه مزرعه مثلا و واشياء و... كثيره هناك بالنسبه الى زراعه زراعة الفواكه أو زراعة الأرز وهو يعرف وهذا مجاله هذا مجاله فهنا ذلك المترجم ترجمته ممتازة وعنده ترجمة وعنده تجربة كثيرة في هذا المجال فالآن مسنن ذلك المترجمان مع أنه إثنان الآن ذلك المترجمان ترجمتهما هما هنا مع أنه مترجمان ترجمتهما هنا الآن ترجمتهما هما واضح؟ اوكي okay. ترجمتهما ممتازة وعندهما هما هنا مترجمان وعندهما تجربة كثيرة في هذا المجال. تجربة كثيرة في هذا المجال. واضح هذا؟ لعلكم تفهمون لعلكم تفهمون فهذا هو نعم هذا هو كما قلت لكم هذا الفصل هو الفصل الذي انا ادرس باللغة العربية فقط ليس هناك ترجمة فانا انا اقسم الفصل الفصل الى اثنين، الاول مع ترجمه والثاني بدون ترجمه، فالذي لا يحتاج الى الى ترجمه دي. فهذا هو الفصل، وانا اقول لكم لفهم اللغه العربيه يجب عليكم ان تتابع من الكتاب الاول. انا قد فعلت او درست الكتاب الاول، من كتاب الاول الى هذا الكتاب، الكتاب الخامس. والكتاب الخامس مستوى مستواه عالي. فاذا مثلا انتم تابعتم من الكتاب الاول وانتم تكتبون كل التمارين. كل التمارين من الكتاب الاول باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله انتم تفهمونه هناك شرطان الاول المراجعه استماع الى الفصول تستمعون دائما هذه الفصول في اي وقت مهما كان ليس فقط مباشره لكن في اي وقت في الليل مثلا في الصباح في وقت استراحتي قبل النوم مثلا او في المزرعه واضح او في وقت العين كما اولادك مثلا كي يمكنكم ان تستمعون فإذا سمعتم أصلا أنتم تستمعون بسماعة بسماعة فصوت يكون واضح الصوت يكون واضح فأساني, أنتم تكتبون كل التمارين التي أنتم تجدون في هذا الكتب والجواب في آخر فإذا كتبتم التمارين أنتم تكتبون السؤال والجواب مع شكلي ثم بعد هذا أنتم تنظرون إلى الجواب في آخر كتاب فلعلكم تفهمونا ولعلكم تشاركون مع الآخرين تخبرون الآخرين عن فصلنا ولعل كثير من المسلمين والمسلمات يستمعون إلى فصلنا ويستفيدون من هذه الدراسة بإذن الله سبحانه وتعالى فالذي ليس له كتاب يريد كتاب يما هو كان بكو تاليف نمور إني كوسم ساتو